صباح الخير أحبتي جميعا. اليوم في هذا النهار المبارك وبعد أشهر من العمل والبحث والمتابعة بنخبركم عن انطلاقة الموقع الإلكتروني الجديد لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل. الموقع هو كلمة الجليل لوغوس أوف غاليلي يلي منتمنى يكون لخير ونمو المؤمنين جميعا في هذا الجليل المبارك. نتمنى أن يكون وسيلة للتواصل بين جميع أطياف هذا البلد المقدس لنبقى على تواصل دائم لما هو خير الجميع. هذا الموقع يلي أعلننا قبل أشهر عن بداية التحضير له شارك فيه العديد من الأشخاص الاختصاصيين الأباء وأيضا علمانيين مؤمنين في الكنيسة يلي حبوا يحطوا خبرتهن في هذا الموقع يلي اليوم منقدم لكم إياه بشكل جدا رائع، يحتوي على الكثير من المعلومات، تاريخ الأبرشية، أعمال مطران الأبرشية والمطرانية بشكل عام، كتب دينية تثقيفية، أخبار الأبرشية وأخبار العالم المسيحي أيضا. هناك الكثير من الأمور التي يعرضها علينا هذا الموقع، وطبعا هناك زاوية خاصة لحضراتكم للأشخاص يلي بيحبوا يتواصلوا معنا في أي ملاحظة، في أي نقد، في أي اقتراح يمكن أن يكون فعلا لخير وبناء هذا الإنسان يلي نحن اليوم حابين أنه نخدمه بهاي الطريقة. وطبعا كيف ما بتعرفوا هذا الموقع هو واحد من وسائل التواصل الاجتماعي يلي عم نستخدمها أيضا لنكون بتواصل مع كل فئات هذا المجتمع المبارك. نتمنى فعلا أن تكون هذه السنة سنة خير ونمو في الإيمان للجميع، وأن يكون هذا الفيديو أيضا وسيلة لكي نقول لكم إننا نحبكم جميعاً.